التريتمنت بتاع الفيشيال بولسي او البلس بولسي، اول حاجه انا عندي اكيوت ستيج وعندي ريكفري ستيج. في الاكيوت ستيج انا اول حاجه ببدا بيها التريتمنت الشخص ده في الاكيوت ستيج، معنى كده ان هو في الايام الاولى من الاصابه، فانا بعمل له ريست، بريحه لمده 3 ايام او لغايه اسبوع ماكسيمم، لغايه ما الانفلاماتوري بروسيسز دي او الانفلاماتوري ريسبونسز دي تسبسايد. بعد كده بقدر استخدم جهاز الكترو في مرحله الاكيوت ستيج دي. جهاز الكترو زي ايه؟ زي الشورت ويف. الشورت ويف ده انا بعمل له ابلكيشن على السايد اللي هو الافكتد ده، علشان ايه؟ علشان هو بيديني هيتد ريسبون، بيديني هيتنج. الهيتنج ده بيعمل فازو ديلاتيشن على مستوى الكابيلاريز والارتريولز في المنطقه دي، فيحسن من البلاد سيركيليشن، ويحسن من ويزود الاكسجين، ويزود النيوتريشن للمنطقه دي، ويزود الوايت بلاد سيلز، ويعمل ريموف للويست برودكتس في المكان ده. ده الرول بتاعه. طب انا بستخدمه قد ايه؟ الديوريشن بتاعتي بتختلف. لو هو انفنت صغير اول سنه دي بستخدمه لو انتنسيتي فور لونج ديوريشن، لكن لو هو اولد تشايلد يعني 3 4 5 سنين مثلا، لا ده بستخدمه انتنسيتي اعلى شويه لمده 20 مينت. ده بالنسبه للشورت ويف اللي بستخدمه في الاكيوت ستيج. ثالث حاجه بعملها هو المساج، وده اهم نقطه في السكشن. المساج ده عندي اربع انواع، او خلينا نقول ايه الرول اصلا بتاع المساج او الايم بتاعه. بيزود السيركيليشن، بيقلل الادهيجن او بيبريفنت الادهيجن، بيقلل السكين ريزيستنس تو ذا الكتريكال ستيميليشن. لما تيجي تحط الكترودز او كده بيقلل الفريكشن الالكتريك والريزيستنس تجاه الالكتريكال ستيميليشن. طب بعمله ازاي؟ قال انا عندي اربع انواع. اول نوع الافلوراج، بعد كده الفريكشن مساج، بعد كده الفايبريشن، بعد كده النيدل. طيب اول حاجه الافلوراج. الافلوراج عندي ثلاث انواع، الهول والسيجمنتال والهاف سيركلر. اول حاجه الهول ده بيتعمل ازاي؟ قال لك انا هحط، خلينا مثلا هنا ده الافكتد سايد وده الساوند سايد. دايما الافكتد سايد حاصل دروبنج للماوس على الابسيلاترال سايد على الافكتد سايد، لكن حاصل الديفيشن في الماوس تجاه الساوند سايد. فلما يحصل الديفيشن شويه الانجل اوف ذا ماوس بترتفع لفوق شويه على مستوى الانجل ايه، على مستوى الساوند سايد. ف انا مطلوب مني ان السايد اللي هو فيه دروبنج ده اعمله بولينج اب، والسايد اللي حاصل فيه ديفيشن او طالع فوق شويه ده اعمله بوشنج ايه داون، يعني الدايركشن بتاعي هيبقى كده. طيب الهول الفلوراج بتعمل ازاي؟ هحط ايدي على الفورهيد، ايدي عند الفورهيد تمام، ودي ايدي عند الايه التشن. اتفقنا ان دي الافكتد سايد، ده اللي عايز اعمله بول اب تمام، ودي الساوند سايد اللي انا عايز اعمله بوش ايه داون. فانا الحركه بتاعت الهول الفلوراج هتتم ازاي؟ بالطريقه دي كده في الدايركشن ده. يعني انا كده بعمل بولينج اب للافكتد سايد كده، وبعمل بوشينج داون للساوند سايد. ده الهول الفلوراج. طيب السيجمنتال الفلوراج بقى، احنا اتفقنا السيجمنتال الفلوراج ده الافكتد سايد وده الساوند سايد اللي هو السليم. اول حاجه انا وان هاند عند الساوند سايد دي هتسبورت الساوند سايد، وبدل ما هو كان مرفوع والماوس ديفيتد هعمل له ايه؟ هسبورت واعمله بوشنج داون بالطريقه دي واثبت ايدي. والايد الثانيه هعمل بقى سيجمنتال الفلوراج مساج على الافكتد سايد، هاخد من عند التشن ان ذا توورد الاير او الباروتيد جلانس او الليمف نودز اللي عند الاير تمام اهو. بعدين من عند التشيك اروح اتجاه الاير، بعد كده من عند الفورهيد اروح اتجاه الاير، تشن كده كده سيجمنتال. طيب هاف سيركلر نفس الطريقه، بيشبه السيجمنتال في ايه؟ في ان الساوند سايد اللي هو مرفوع ده هعمل له بوشنج داون برده واثبته وسبورت تمام، اما الافكتد سايد هاخد الهاف سيركلر كامله لغايه فوق من عند التشين لغايه الفورهيد كده بالطريقه دي تمام. ده كده الافلوراج التلات انواع، الهول والسيجمنتال والهاف سيركلر. بعد كده بقى الفريكشن مساج، عندي نوعين ترانسفيرس واللونجيتيودنال. الترانسفيرس اول ما نسمع ترانسفيرس نعمل صوابعنا كده، عندي الاندكس والميدل فينجر بوان هاند والاندكس بالهاند التاني، هشتغل على منطقه الفورهيد او على منطقه مثلا ايه البكالري. هبتدي ان انا اعمل ايه؟ هعمل حط صوابعي بالطريقه دي وابتدي ان انا اعمل ترانسفيرس موشن كده تمام، وبعمل بجد، يعني انا بعمل مساج بجد بالطريقه دي، ده الترانسفيرس. طيب اللونجيتيودنال بقى فريكشن مساج بتعمل ازاي؟ برضو بالبوبس بتاعت الفينجرز بتاعت الهاندز والاثنين اجينست اتش اذر كده، وابتدي ان انا اخد فولد من السكين وابتدي ان انا لونجيتيودنالي اخده في ايه؟ في موشن كده. ده كده اللونجيتيودنال فريكشن مساج. بعد كده
الميدنج مساج ده بيتعمل على الساوند سايد، ده النوع الوحيد اللي فيه بيتعمل على الساوند سايد. ده كان الافكتد، ده الساوند اللي تاخد فولد من السكين كده وتبتدي ان انت ما تسيبش الفولد السكين اللي انت ايه ماسكه. ده بيحسن من بيجين الريلاكسيشن. تمام، ده الميدنج. اخر حاجه الفايبريشن. فايبريشن ده انت بالبوس اندكس فينجرز بتوعك بيبقى عند النيزل اوبننج، تمام، وبتدي ان انت تعمل ايه فايبريشن. ده طبعا بتبقى لابس جلوفز وكده.